منجي لحلح حاجب الحاجات حبايبي عيال اخويا حبايب عاملين ايه؟ هات بوس يا دوح. اوعى ايه رايحين فين؟ طالعين فوق عند بابا. طالعين؟ الله يرحم امك. طب بقول لك ايه؟ نعم. ايه رايكم تتغدوا معايا؟ ماشي اطلعوا فوق خبطوا على عمتك رضوى واستنيني فوق لما اجيب حاجه اقول. حاضر. خلاص؟ ماشي. يلا اطلعوا يلا. سلام يا دوح. الله يرحم امك. مهما كان برضه عيال اخويا مر عليا ومر عليه. يلا جاي بعده. كده شكل احمد هو اللي جه، ما راح افتح له. ايوه يا احمد جاي اهو. نعم خير في حاجه؟ عمو احمد قال لنا اطلعوا افطروا معانا. عمك احمد قال لك ايه؟ لا اطلعوا افطروا معانا. اطلعوا افطروا معانا ليه؟ تكيه هي ولا ايه؟ خد يا ولد. ولا يا ممدوح انت يا ولد. هو في ايه بالظبط يا مايا انت واخوكي؟ هو في ايه؟ هو تكيه هي ولا في ايه بالظبط؟ انا فاتحه بيتي ده ايه؟ لا اعرف اقعد مع جوزي شويه ولا اعرف اكل لقمه انا وهو؟ في ايه يا ست؟ ادخلي هات اخوكي من جوه. يلا. ده ايه القرف اللي انا عايشه فيه ده؟ الله ده احنا شفناش الاكل ده من زمان. شفتي العمى يا اختي؟ اوعي بت اوعي. وانت ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ طفحته انت وهي. في ايه؟ هو انا يا اختي معرفش اكل لقمه في بيتي؟ معرفش اقعد شويه؟ هو في ايه بالظبط؟ انت بتعملينا كده زي ما عاملك يا اختي زي ما انا عايزه. انت هتقولي لي عاملك ازاي وما عملكيش ازاي يا بت انت ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تجيش هنا تاني، سامع ولا لا؟ وتاخد اخوكي ده؟ يا ريت ماما كانت عايشه. يا اختي يا ريت، كانت شالت القرف والهم عني شويه. انتوا في ايه مالكم؟ ايه عاملين شبه القطط بتشموا الاكل ولا ايه؟ يلا يا بت توكلي على الله انت واخوك. لا سامحك يا مرات عم. سامحني؟ ده انت بارده برود. ايه ده؟ هو في ايه؟ الواحد ما يعرفش يتهنى شويه على قعده ولا لقمه ولا اي نيله تاخدكو. عيط يا دوح. الله في ايه؟ بتعيط ليه؟ مالك يا حبيبي؟ عمتي رضوى كرشتنا. كرشتهم؟ كرشتك؟ عمتك كرادة وكرشتك؟ طب تعال تعال تعال. هما لحقوا يجوا تاني؟ مش هخلص انا. انت جبتهم معاك ليه يا احمد تاني؟ ادخلوا. مش عايز اسمع صوتك، تعالي ورايا. اقفل الباب وتعالي. مش عايز اسمع صوتك، تعالي ورايا. ما هو اصل انا اقول عليك ايه؟ راجل خيخه في نفسك كده. ادخل. اقعد هنا يا دوح. اقعد يا مايا حبيبتي. انت ايه اللي انت عملته ده بقى ان شاء الله؟ ده سميه ده ايه ده ان شاء الله؟ انا عامله حسابي ان الاكل ده ليا انا وانت وان احنا هنقعد مع بعض. جايبهم لي ليه؟ انت استاذنتني؟ انت قلت لي انك هتجيب العيال؟ انا من امتى بستاذنك؟ يعني ايه من امتى بتستاذني؟ يعني تقول لي ان عيال اخوك هييجوا اقول لك اه او لا؟ قلت ايه؟ عيال ايه؟ عيال اخوك هييجوا. ايوه عندك الكلمة دي وخط احمر. دول عيال اخويا مهما كان هم ليا، انما انت لا، انت تتعودي على فكرة. عرفت انا بقى من الاستورات اللي انت عمال تقولها لي ديت؟ ما خلاص خلصنا. بقول لك ايه؟ خير ربنا ياما. ايوه احمد انا ما بتكلمش ان خير ربنا ياما او مش ياما. انت اجازاتك انا ما بعرفش اشوفك، ما بعرفش اكل معاك لقمه، انا ما بعملش الاكل ده الا لما انت بتكون موجود. ما تقرفنيش ما تقرفنيش وما تزهقنيش. مش مهم انا اكل، بس اهم حاجه عيال اخويا. بص يا بابا انا هقول لك كلمتين،
جبر خواطر على الله، دول امهم ميته ودول عيال اخويا، يعني انت المفروض تخلي بالك منهم وتاخديهم كده وتطبطب عليهم راعيهم. خلي بالك ده عند ربنا حاجه كبيره، ما تبقيش جبروك كده. انا مش جبروك. ولا انت عايزه بقى الاكل ده كله في بطنك وعفانه الاكل اللي انت بتتكلمي فيه؟ ما بتكلمش في عفانه اكل على فكره، انا بتكلم ان انا ما بعرفش اشوفك، ما بعرفش اقعد معاك. انا اعمل لك ايه؟ ما ليش دعوه بيني وبينك دلوقتي، انا اتكلم في الموقف اللي حصل ده. ده ينفع يرضيكي دلوقتي انا لو عيالي راحوا عند اخويا مثلا ومرات اخويا عايشه وعملت معاهم كده، انت مش هتزعلي؟ رد عليا. بعد الشر عليك. هتزعلي ولا مش هتزعلي؟ ها جبر خاطر على الله، دول عيال صغيره مالهمش دم، اجبروا بخاطرهم. ايه يعني ربنا موسعها علينا. خد يا مايا، كل يا حبيبتي، يلا كل يا بابا، كل يا دوحة يا عسل، يلا كل يا حبيبي، كل يلا اشربوا. مايا زعلش منك، حقك عليا والله. انا اسف زعلش من انتوا عيالي حبايبي، بس انا انت عارفه ان عمك احمد طول الوقت بيبقى مسافر، فانا يعني اتضايقت وكده لما اتفاجئت بيكم. زعلش مني دوحة؟ زعلش مني؟ زعلان مني؟ ها خلاص بقى ما تقلدمش كده، ماشي؟ حقك عليا، انا اسف. مش انتوا من هنا ورايح كل يوم هتاكلوا وتشربوا معانا، حتى تونسوني وعمك احمد مش موجود، ماشي يا دوحه؟ ماشي خلاص، ماشي اتفقنا. خلاص يا احمد بقى ما تزعلش. لا رضوى والله العظيم انا زعلت منك والله. حقك عليا، اقعد بقى كل بقى خلاص بقى. ماشي يا رضوى، هما من هنا ورايح والله، انا هتعامل معاهم. شيلهم في عينك يا رضوى، خلي بالك يعني انت عارفه يعني. حاضر حاضر. العيال دول يعتبر يتامى برضه. ما هم يتامى يا احمد، مش يعتبر ان هم يتامى. طب يلا اتفضلي اقعدي. خلاص بقى انت زعلان مني؟ لا انا مش هزعل، بس يا رب يا رب كنت اتعلمت من الدرس ده. اتعلمت والله، مش هعمل كده تاني، حقك عليا. يلا يا ممدوح، يلا يا مايا. اه بصي جبرت بخاطرك ازاي؟ خلاص بقى. يلا يا اولاد كل يلا. يلا